وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، بعد التحية، نتحدث عن أن وكالة فيتش تتحدث ليس فقط عن صمود الاقتصاد المصري، لكن زيادة أيضا الانفاق الاستهلاكي للأسر خلال العام الجاري بنسبة 15%، ومتوقع أيضا أن يكون هناك زيادة في المرحلة القادمة في الوقت الذي العالم كله يحتاج من عامين إلى 3 أعوام لتعافي اقتصاده. تعليقك على هذا التقرير وهذا الأمر. مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو الحقيقة هناك عدة عوامل أدت إلى هذا العمل. العامل الأول هو قرار الحكومة المصرية الصائب بعدم غلق النشاط الاقتصادي منذ بداية جائحة كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. ده خلى إنه مستويات العمل والإنتاج ومستويات الدخول داخل الاقتصاد مستمرة، وبالتالي كان هناك قدرة على الاستهلاك. القرار الثاني اللي خدته أيضا الحكومة المصرية منذ بداية الجائحة هو تنفيذ المبادرة اللي طرحها أو الالتزام اللي هي أقاده السيد الرئيس على الحكومة بتوفير 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات اللي تأثرت أو حتى الفئات اللي فقدت وظائفها، وبالتالي الحقيقة ده ساعد كثير من خلال المنح اللي قدمت للعمالة الغير منتظمة اللي فقدت وظائفها، ساعد على استمرار الدخل، وبالتالي الميل للاستهلاك كان مازال مستمر. الأمر الثالث هو بالتأكيد كمان إنه الحقيقة مصر كان يمكن ربنا حنيها ب قدر تأثير الجائحة لم يكن كبير، والحقيقة كان هناك درجة عالية من تفاؤل المواطنين بأنه هذه الجائحة لن تؤثر على الاقتصاد ولن تؤثر على حال ومستوى معيشة المواطنين. المؤكد أن كل هذه العوامل هي اللي دفعت معدلات الاستهلاك أنها تساهم بشكل قريب للغاية في مش بس الانعاش الاقتصادي لكن كمان في معدل النمو الاقتصادي. نعم، بما ان وكاله فيتش ايضا وصفت الحاله الاقتصاديه المصريه بانها حاله نادره الحدوث، اذا الى اي مدى يؤثر هذا الامر على مجال الاستثمار وعلى جذب الاستثمار؟ بالتاكيد ده اثر كبير للغايه، لانه يمكن الخروج لبعض الاستثمارات في بدايه الجائحه من معظم اسواق العالم وكان من بينها مصر، يمكن في اقل من 6 أشهر عاودت هذه الاستثمارات مره اخرى للاستثمار داخل مصر، كان في الاستثمار غير المباشر وايضا الاستثمار المباشر اللي هي رؤيه المستثمرين ومؤسسات الاستثمار العالميه وصناديق الاستثمار انه الاقتصاد المصري لم يتعصب، وبالتالي ما زال هذا الاقتصاد بينمو بعدل طيب، معدل الاستهلاك طيب، معدلات الانتاج جيده، وبالتالي الحقيقه ده خلى انه المستثمرين يعيدوا مره اخرى استثماراتهم للسوق المصري، واتصور انه ده هيكون له مردود ايجابي خلال الفترات القادمه، لانه مصر اللي استطاعت ان تقاوم صدمه كبيره زي جائحه كورونا، مؤكد انه في اوقات رخاء هيكون الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات الاسرع والاكثر جاذبيه للاستثمار على مستوى العالم. نعم، طيب دكتور هشام، بالتاكيد ان هذا التقرير قد صدر نتيجه لما هو موجود على ارض الواقع بالفعل، لكننا يوما بعد يوم نرى ان هناك افتتاحات جديده لمصانع جديده، نرى ان هناك تعديل في طرق بنسبه اكبر، يعني تقريبا اغلب الطرق تم تعديلها، لكن هناك المزيد، كل يوم هناك المزيد من الامور التي تساعد على زياده المصانع وزياده الاستثمارات وما شابه. هل من الممكن ان يتغير هذا التقرير وتكون نسبه الانفاق اعلى ويكون التصدي للجائحه بشكل اكبر بعد مرحله قليله أو قصيرة؟ هو مؤكد استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية اللي هي مش بس إنها بتسهل أو بتحسن مستوى معيشة المواطن لكن كمان بتسهل مناخ الاستثمار، بالتأكيد دي كانت رسالة حامل للغاية. مؤكد إنه كل ما يحتاجه المستثمر خلال الفترات القادمة هيكون متوفر بشدة في كافة المرافق الأساسية، سواء كنا نتحدث عن شبكة طرق أو سكك حديديه بتخدم على العاملين او نتحدث عن الكهرباء او غيره. الحقيقه كل ما يحتاجه المستثمر اصبح متوفر لديه بحكم المشروعات القوميه اللي الدوله بتنفذها، وبالتالي اتصور انها رساله قويه يمكن ان تعزز درجه التفاؤل في المستقبل بقدره الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمار. نعم، دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، جزيل الشكر لحضرتك.